الله يرحمها الله يرحمها، الله يوسع على ضيقات القبور، والله يدير شي تاويل الخير للطريقه ديالك، الله يدير لها شي تاويل الخير. مشاهدي قناه شوف تافي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من كاريان كلوطي. حنا الان كنتواجدوا مع الاب ديال وجدان اللي توفات الله يرحمها، يعني اقوال كتروز وشي هضره كتروز. اليوم حنا مع الاب ديالها، يعني اول خروج اعلامي ليه. السلام عليكم السيدي. السلام عليكم السيدي. عليكم السلام. الابنه ديالك مع الزوجه الطليقه ديالك، كيفاش كان التعامل ديالك؟ التعامل ديالها مزيان، بحال شي ام مع بنتها. كانت مزيان، هي اللي باهي اللي كاسيه. انا مطلقه، انا راه مطلقه، امها مزيانه معاها، راه مزيانه مشى معايا مع خوها وخوها الاخر. كانت معيشه فوق بوكس، كانت معاها كارو، انا كتقاتل معاهم. تقاتل معاهم زعما بنتي الله يرحمها، انا راه داير لها دنيا والاخره، وهذيك حتى هي الله يعمرها الله باش تجي ولدي. كتبيع لها يا بلاصه بلاصه. احنا احنا دابا راهي لي احنا نقاتلوا في بلاصه دابا. راه الصفه لقيتها هي وما مريحاني. اللي ما كانتش ناويه انها ما ناوياش ما ناوياش ما ناوياش. حكاش قال لك قبيله البوليسي قال لك ولا لا؟ البوليسي قال لي في السبيطار، قال لي قال لي ما ناويه ما والو. في لابيتي قال لي ما ناويه ما والو، قال لي ما تخاف ما والو. ما ناوياش كتموت كتموت على ولادها، ماشي على بنتها ولادها. راه عندها ثلاثه راهي العقله. يعني مستحيل انها تقدر. مستحيل مستحيل. هادشي راه بحال الهضره كدور بحال كنحلم انا دابا، بحال ما كاين والو. شوف حنا كيقولوا على انها شربات السم. لا 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 كاين لا السم لا والو. كاين السم. كيفاش تلقيتي الخبر ديالك؟ انا ما كنتش نتعيطوا لك اصحاب شي واحد بغا يضحك معايا ولا شي حاجه. اش اللي عيط ليك يضحك معايا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اخويا. عندها عندها زيد ب 2004. زيد ب 2004. شنو داروا دابا مع الزوج ديالك؟ الزوج ديالي راه عندهم تما، غدا غادي يشوفوا شنو كاين، غدا نمشي للكوميساريه انا. لا ما ناوياش ما ناوياش، هذيك انا كتموت على ولادي هذيك، يا بنادم الله يدير لها التاويل ديال الخير، هادشي اللي كنطلب انا. بنتي الله يرحمها راضي عليها، ويا الله يدير لها التاويل ديال الخير، اش انا هرب كتموت على ولادها. تموت على ولادي. هي اللي كانت معيشاهم، هي اللي كانت هزاهم. هي اللي هزاهم مطلق انا. انا مريح ما خدام والو، هي هزاهم، هي كتكسيهم، هي كلشي. يعني مستحيل على انها تقدر. اوعى تقرا البكره اللي هزا لي كلشي هزا لي. وراه ضروري تبقى فيا راه بنتي هادي. انا راضي على الدنيا والاخره، قلت لكم ماك الله يدير التاول ديال الخير. بقات فيا حتى الطليقه ديالها بقات في العلم انا مشيت. ما عادش تلقيتي الخبر. اخويا والله ما عرفتي السمعه وشي حاجه هادي. السمعه وشي حاجه، اللي عيط ليا. اللي عيط ليا صاحبو كيضحك معايا. شنو قال لك؟ قال لي راه بنتك راه كاين وكاين واكل شي حاجه وهادي. جيت انا ريحتها من الكارو. تا هو يقول لهم اخبارك، قلت له لا. قال لي راه كاين وكاين بنتك. مشيت للسبيطار لقيت بنتي طلعت عليها راه ما واكلش السمنه، شي واحد واكل السمنه غادي كشاك شي خرج. ما فيها لا ضربه لا والو. ما فيها لا ضربه لا هادي لا والو. هي كدير فاني وهي راه مريضه، كدير اصلا الرابوس. يعني هي مريضه بالضيق. الضيق اوا خويا هادشي ديال الله. هي الصغيرة. هي الصغيرة. هي الصغيرة. كانت كتقرا كانت. كانت تقرا يلاه شي عامين باش ريحات. شي عامين باش ريحات غادي دير لك شي ديال كوافور. كاين الكبير والصغير هنا في الدرب كيبغي. الصغير كاين. الكبير والصغير في الدرب هنا كيبغي. كلشي. محبوبات الجماهير وكلشي كيجي. بلاش بلاش بلاش. شي غتسول عليها كريم كولتي كامل. غتضحك. غتضحك هاي الدور تبقى مريحانة، تبقى مريحة دارهم. شي عندي انا اللي هي تعيط لي تبقى مريحه معايا. ايوا هادشي اللي عطاو. انا باقي الحديد. راه باقي مصدوم باقي ما متيقش. انا راه باقي ما متيقش، انا طليت عليها باقي ما متيقش. صحابها ناسه. طليت عليها كنصحابها ناسه. باقي ما متيقش. باقي ما متيقش. لا باقي ما صدقتش يا خويا والله العظيم. هذوك الناس اللي كيقولوا راه ضربات. ومنهم الله. منهم الله منهم الله منهم الله. يقول لسان ما بيهضر خليهم يقولوا اللي بغاو. الله راه كاين. لا ما بقي ما هضرتش معاه حتى غدا عاد غنمشي نشوف عاد كاينين خواتها تا عائلتها كاينين تما كوميساري. خوها كيدير حالها. ورا خوها راه اش غادي نقول لك خوها راه حتى هو راه بحالي. راه عائلتها كلها ما متيقاتش عائلتها كلها ما متيقينش متيقينش. وي تخبر عليها نص ساعه خصها تقلب عليها خصها تبقى تدور تقلب عليها. يعني تتصدم حتى تلقيتو الخبر. راه ضروري ما تصدم ضروري راه بنتي هادي.
انا راه خمت اللقاء بقات فيا، الله يدير لها التاويل ديال الخير. هي ما ناوياش هذاك الشيء. ما ناوياش على انه ما ناوياش، هي ما ناوياش، هي كتموت. ما ناوياش. شي دعوة ديال الخير. الله يدير لها التاويل ديال الخير، وبنتي انا راضي عليها، الله يرحمها وانا راضي عليها، وهي الله يدير لها التاويل ديال الخير. عاد هي كتموت على ولادها، عاد ثلاث ولاد كتموت عليهم. كتموت على ولادها. انا ما كانوش كيتوقعوا على ان ولا الدربه راه ما كاينش، ما متيقينش كاع. كانت معايا البنت، اي وحده كتضرب بنتها. غير وقع الواقع. وقع نزاع ولا شو اللي كانت خاصمه معاه؟ الله اعلم، ما نقدرش نقول لك. ما عرفت سر داته معاه. اما انا راه باش نقول لك مخاصمه معاها ولا مضرباتها ولا عشان ما عايشش معاها. ما حاضرش انا، انا ما كنسكنش مطلقه انا. انا مطلقه وولادي حدايا، انا راه كنت في الدرب هنا وولادي حدايا يوميا صباح وهي يوميا صباح وعشيه. حتى انا كنشوف ولادي يوميا، انا ماشي بعيد عليهم، راه يوميا كنشوف. انا كنت هنايا وجاني خبر بحال شي. انا راه زري واقفه في السبيطار كتشبه لها، كتصحابها هي. راهي السيده راه كان والله الا كتصحابها هي. هي مسكينه هي بحالها، هي دري قايده في السبيطار بحالها. كتصحاب بنتي والله الا كتصحابها بنتي وعم بالله. عبد بالله مشطر راجي والله الا عادي داعم مع وجدان، راه داعم مع وجدان، راضي على الدنيا والاخره. راه بنتي هادي، واش انا لقيتها بطار وصبر؟ راه بنتي هادي كيما بغات تكون بنتي. انا راضي على الدنيا والاخره. أما الله يدير لها التاويل ديال الخير. أما الله يدير لها التاويل ديال الخير. أما ما بغاتش تقتل بنتها ولا شي حاجه يقول لها. ما تقدرش مسكينه اي حاجه قالت لها. ها بلاصه، ها بلاصه. هي بلاصتها هي وياها، هي وياها. الاجل وصل، صافي الاجل وصل. ما نجمد من كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا التصريح ديال الاب ديال وجدان، الله يرحمها، الله يدير شي تاويل ديال الخير للزوجه ديالو، يعني الطليقه ديالو، يدير لها شي تاويل ديال الخير. يعني كيقول لك على انه ما كانتش ناويه تقتل وجدان، يعني سرها بداته معها. الله يرحمها، الله يدير لها شي تاويل ديال الخير للام ديالها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء.